من اسطنبول ينضم إلينا مراسل الغد علام صبيحات. إذا علام، يبدو أنه لم يتم الإعلان رسميا عن نتائج هذا اللقاء الثلاثي، ولكن ماذا لديك فيما يتعلق بهذه النتائج من تسريبات؟ بالفعل دعينا نبدأ بآخر التطورات، وهي أنه بعد دقائق من الآن سيدلي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بتصريحات صحفية لوحده بعد انتهاء الاجتماع الثاني، وهو اجتماع الوفود بين الجانبين، بين الوفدين التركي برئاسة إردوان والأمريكي برئاسة مايك بينس. أن يدلي مايك بينس بتصريحات لوحده مؤشر بحسب بعض المراقبين إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق. الصيغة العامة هنا أنه إذا ما تم الإعلان بتصريحات صحفية مشتركة بين الجانبين، مسؤول تركي مع مسؤول أمريكي، ستكون المؤشرات أنه تم التوصل إلى اتفاق. ولكن بالحالة الحالية حتى الآن على الأقل نستطيع القول أن الصورة العامة حتى الآن هي أنه لم يتم التوصل. ساعة وأربعين دقيقة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوان وبين مايك بينس، بعده تبعه اجتماع آخر موسع شمل كل الوفد الأمريكي مع عدد كبير من المسؤولين الأتراك، ولا يزال هذا الاجتماع مستمر حتى هذه اللحظة. بعد انتهاء هذا الاجتماع الثاني سيدلي مايك بينس بهذه التصريحات المرتقبة، والتي ستكون حاسمة إلى حد كبير حول إما أنه تم، هو سيعلن إما أنه تم الاتفاق بين الجانبين التركي والأمريكي، أو أنه لا يوجد اتفاق، وبالتالي الأمور ذاهبة إلى تصعيد أولا في الشمال السوري، وثانيا في جدلية العلاقة بين الجانبين التركي والأمريكي. نعم علام، إذن سنكون معك متواصلين للتعرف على أهم مخرجات المؤتمر الصحفي المنتظر. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسل الغد.